شلونكم؟ قبل كل شيء صلوا على النبي اول شيء. ثاني شيء طبعا الهاند كنترول طبعا بعد بمشكله ما حليتها، مصيت غراض وان شاء الله توصل لي بهالفتره ان شاء الله. شغله ثانيه طبعا ملتهي بالشغل، عندي شغل كل شوي حتى اذا تشوفون وجهي محترق بالشمس. فالمهم البارحه صورت كوكب المشتري، نشرته على انستغرام ونشرته على التيك توك، وصورت تجمع نجمي اللي هو مسيح 80 اللي هو ام 80، اكتشف بسنة 1781. تعال خلينا نشوفه ايش قد يبعد مسافة، خلينا نوريكم الصورة. يلا اقول لكم ايش قد يبعد مسافة. والتجمع النجمي قلت لكم عليه اللي هو ام 80، هذا اللي تشوفوه قدامكم، هذا من اصل يعني صورة واحدة من اصل 25 صورة. هذا التجمع النجمي مبين واضح، هذه النجوم حوله. بعد المعالجة، بعد معالجته وكملت، بوم راح ابهركم بيها، تشوفون شلون جمال طلعت معالمها كلش حلوة. يعني انا كنت متصورها هيك، ما اقول لكم ما كنت متصور، لان اعرف انه التجمعات النجميه بهذا التلسكوب ممكن تطلع حلوه. طبعا بدون جايدنج، فقط اشتغلت على 40 ثانيه تقريبا الصور، وكانت كلش حلوه. مسافته تبعد علينا تقريبا 32 الف سنه ضوئيه او 32 وربع سنه ضوئيه، يعني مسافته كلش بعيده ومحتمل ما موجود هذا. حاولوا تبحثون عليه، اسمه ام 8 ام 80 العفو، بس اكتبوا مسيح 80. تحياتي.